الوصايا ولا على الإقرار إنما على الحب، لأنك أنت بتعيش لربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القدس الإله الواحد أمين. حل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. يعلمنا الوحي الإلهي في الكتاب المقدس ويقول لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدة، لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدة. الحقوين اللي هما الجنبين عند الحوض كده، العظمتين بتوع الجناب، والسرج اللي هي النور الإضاءة، أي سراج أو لمبة أو أي حاجة. فالكتاب يقول لنا لتكن أحقاءكم ممنطقة. عارفين لما يجي كده واحد يبقى بنا ولا يشتغل في الفاعل أو فلاح، لما يجي يشتغل يروح شادد وسطه بشدة كده علشان يعرف يشتغل، لكن لما يجي يريح يروح فاكك وسطه ويقعد إيه مريح. فشد الحقوين علامة على الاستعداد للعمل، علامة على الصحيان مش الارتخاء، علامة على النشاط مش الكسل. فلما يوصينا الكتاب لتكن أحقاءكم ممنطقة، يعني خليكم دايما في حالة يقظة، خليكم في حالة استعداد، خليكم في حالة نشاط. وسرجكم موقدة، مفيش واحد بيمشي في الضلمة من غير سراج ينور له، لأن السراج لو اتطفى هو مش هيعرف يشوف قدامه في إيه، فوارد إنه يطلع عليه حد يضره، أو وارد إنه يتكعبل فيتعور. لكن دايما الواحد لما يجي يدخل في شارع ضلمة أو في مكان ضلمة يدور على سراج ينور. فالأحقاء الممنطقة علامة الاستعداد والنشاط، والسراج المضيء علامة اليقظة والتنبه، إن الواحد عايز يعرف الطريق ماشي إزاي والطريق فيه إيه. دي حالتنا يا أحبائي طول ما احنا عايشين في الدنيا. ليه؟ لأنه إذا تراخى الإنسان في حياته الروحية، عدو الخير واقف متربص انه يفتك بينا ويضرنا. يقول ابليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلع، فقاوموه راسخين في الإيمان. احنا ملناش اعداء غير الشيطان، لانه العدو هو العدو الروحي. فالسراج المنير والحقوين الممنطقين علامة الاستعداد الدائم للحياة الروحية. يا بخت اللي يكون مستعد، يا بخت اللي يكون مصحصح، يا بخت اللي يكون واخد باله من الطريق، يا بخت اللي يكون معاه دايما زيت في الأنية علشان يبقى محتاج الضوء باستمرار، ما يجيش في وقت السراج بتاعه ينطفي. يقول لأنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. سواء بقى يجي في الدينونة، أو سواء يجي لي أنا شخصيا ويقول لي ها يلا مستعد تيجي معايا ولا إيه. يا بخت اللي كان مستعد وراح وخد إكليله. احنا احبائي حياتنا كلها الارضيه هي خطوه لحياتنا السماويه، وحياتنا السماويه هي هدف حياتنا الارضيه.
كلنا نؤمن بالحياة الأخرى، وكلنا نؤمن بالحياة الأبدية، وكلنا نؤمن بالحياة بعد الموت. يا بخت اللي يكون مستعد، لأنه محدش فينا يعرف هيجي وقته إمتى، لكن اللي مستعد ومصحصح ونشيط حينال الفرح وينال النصرة وينال الإكليل. كل ما بيعدي علينا موقف نشوف فيه آخرين سبقونا للمجد، نقول نشكرك يا رب لأنك عملتنا أبدية سعيدة. ادينا يا رب نصيبهم، وخلينا نكون شركاء معاك في المجد. الرحلة اللي طلعت السماء امبارح رحلة طالعة من الكنيسة بالأب الكاهن بالشعب، أتوبيس في 40 نفر بالراعي الأمين، رحلة طالعة من الكنيسة بس مش رايحة لأي اتجاه أرضي، ولكنها رايحة للسماء. واتطمنا عليهم إن هم وصلوا، ونشكر ربنا على سلامة الوصول، بس الحقيقة إن هم هيعجبهم المكان، هيبقوا مبسوطين دايما ويقولوا لأ احنا مش هنرجع، انتوا تعالوا يلا نجهز عشان نجهز رحلة تانية توصل السماء. ربنا يحافظ عليكم وتفضل ايامكم على الارض كلها استعداد للحياة السماوية. لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. اسمحوا لي احبائي، يعني محبتكم ظاهرة جدا، لكن الأحباء اللي مجوش أكتر من الأحباء اللي جم، فيعني بلسان الأسرة بستسمح حضراتكم، يعني اللي يجي ويقدم محبة يترك مكانه لآخرين فيما بعد هيكم. ربنا يحافظ عليكم، لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين.